سدن، طاقة اسمك رقم 6، طبعه هوائي. الصورة القرآنية المناسبة لك هي صورة الناس. أنت فتاة ذات شخصية قيادية، تجيدين التصرف، تحسنين التخطيط، عاطفية وغيورة، واثقة من نفسك ومن قدراتك، تعشقين العمل، متحملة للمسؤوليات الكبيرة، محبة للتجديد في كافة المجالات، اجتماعية، وتسعين دائما لمساعدة الآخرين، وتهتمين بشؤونهم، وتقدمين لهم الدعم والمساعدة والنصح والإرشاد قدر الاستطاعة. نظرتك للحياة حكيمة، لديك ولاء كبير للعائلة، محبة لإقامة الحوارات والمناقشات، سخية وكريمة. تحملين 3 عناصر في اسمك: عنصر الهواء، وعنصر التراب، وعنصر الماء. يعد اسمك من الأسماء الثلاثية القوية. تعترضك عدة نحوسات وعراقيل بالعمل والزواج، وتواجهين عدة مشاكل في حياتك العاطفية تسبب لك الكثير من المتاعب وتمنع استقرارك العاطفي. وقد تواجهين أزمة صحية. يحالفك الحظ في تحقيق العديد من الطموحات والأعمال المهمة. محظوظة ماديا، تملكين حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة كريمة وسعيدة. والله أعلم، والله الموفق.